انا اسمي جمعه عبد الهادي من ابو رجب مركز كفر صقر شرقيه. دلوقتي احنا طالعين النهارده مع الاستاذ عمرو ومع ابو كبير ميديا هنتكلم على مكنه فراطه لب العباد. المكنه دي احنا صنعناها في الورشه عندنا يعني. فهي المكنه دي عباره عن هي انت بتحط لها القرص بتاع لب العباد. هات قرص كده عبادي وري الناس. القرص بيجي اللب فيه موجود زي كده يا فندم. دي كده بخش على المكنه. المكنه وظيفتها ايه؟ ان هي تنفض الايه؟ اللب منه. تمام؟ هتودي ده ازاي بقى؟ احكي لنا المراحل بتاعت المكنه والمكنه بتشتغل ازاي؟ اول مرحله بنزل في الادوس زي ما انت شايف كده، زي ما الناس بترمي في الادوس. تمام؟ بنزل من الادوس على ضرفيل جوه المكنه. بيقلب الضرفيل. بنفض الحب من غير ما، اهم حاجه ما يجرحش الحبايه. الحبايه تطلع سليمه. بعد ما بنفض الحب في غربال تحت. بيسقط من الغربال اللب. والقرص نفسه بيمشي له زحافات بتمشيه. تتمشي تطلعه بره المكنه بعد ما يكون اتنفض تمام. ما فيهوش ولا حبايه. تمام يا باشا؟ ينزل من الغربال على الهزاز. هزاز المكنه. ياخد مرحله الهز ويتنضف من اللحميه ومن التراب اللي فيه وينزل على ايه؟ على الفلاح ياخده على المفرش مباشره. يجي معاه في الشمسه شويه يتفرش في الشمسه لعند ما ينشف وبعد كده يبيعه للتاجر. المكنه انت قلت لي ان هي صناعه مصر. صناعه مصريه. تمام. كلمنا بقى عن زراعه اللب العباد. زراعه اللب العباد محصول صيفي. تمام؟ بتزرع في شهر 5 و6 و7. المهم يتزرع في ايه؟ في الحر. مده زراعته 90 يوم. بعد 90 يوم بيتم الحصاد. وهو يعني الميزه اللي فيه ان هو مش مكلف ومريح، ما بياخدش ميه كتير ومريح للفلاح يعني، ما بياخدش مجهود ولا ايه زي الرز وزي الزراعه الثانيه يعني. وبعدين هو يعني ماشي انتشر يعني الفتره اللي عدت دي، فاحنا قلنا بقى نعمل له مكنه يعني. من تقريبا قد ايه؟ من حوالي 4-5 سنين. بس اليومين دول بدا ينتشر بزياده. احكي لنا بقى مراحل الزهره، يعني الزهره بتبقى عامله ازاي وبتعرف مين الناس ده؟ هو اول حاجه اللي بتزرع بيبقى صغير، بقعد 90 يوم في الارض. اول ما يبدا القرص طبعا بقى وشه للشمس كده، يبدا ينزل 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 واحده واحده، ينزل وشه متكفى في الارض، تعرف ان كده بقى في مرحله الايه الحصاد. يتم 90 يوم وتحصد. بعد كده تخش بقى يتفرد في الارض قرص جنب التاني كده، ما ينفعش يتكوم على بعضه. لو يتكوم على بعضه بعفن وبوظ. لازم ينفرد على الارض على المصاطب العاليه عشان ايه الشمس تطوله. يقعد يومين او ثلاثه حسب الجو. لو الجو كويس يومين. لو الجو يعني ما فيش حراره جامده يقعد 3 ايام. بعد كده بتيجي المكنه تدرسه. المكنه وفرت زي ما انت قلت لي، وفرت مجهود ووفرت وقت ووفرت حاجات كتير قوي. طبعا على المزارع. المكنه دي الفدان مبدئيا باخد فيها من ساعه لساعتين. تمام؟ لا، من ساعتين لساعتين ونص الفدان. فاليدوي بيقعد طول النهار في الفدان. وياخد له اقل حاجه 15 راجل. الراجل ب 150 جنيه. لو قلنا اقل تقدير 100 جنيه بلاش 150، يبقى دي كده كام؟ 1000 ونص. 1000 ونص. المكنه دي اعتبر هتشتغل لك الفدان في ساعتين، في ساعتين اتنين هتشتغل ب 600 700 جنيه. يعني اصبح انت وفرت نص يعني وفرت وقت مجهود. وفي نفس الوقت بتدي جوده عاليه. يعني مفيش حبايه بتتجرح، مفيش كلام من ده. اللب بيطلع بينزل نظيف زي ما انت حضرتك شايف كده. بتعرف منين ان هو اللب نظيف؟ ما احنا بنبص عليه. لان طبعا في هزاز. الهزاز دي بنضف اللب. وبعدين احنا عاملين المكنه من جوه، في يعني في شغل فيها ان هي ما تجرحش الحبايه. يعني اهم حاجه الحبايه تنزل سليمه ما فيهاش تجريح. ايه احسن اوان لقطف اللب؟ هو له ميعاد. انت ازرع عد 90 يوم اقطف بمواعيد. واحسن اوان لزراعته في شهر 5 و6 و7. اهم حاجه يكون في الحر لانه محصول صيفي. قبل ما الجو يبرد. طب تقول ايه بقى للناس اللي ما تعرفش حاجه عن عباد الشمس؟ والله هو عباد الشمس يعني محصول، هو لسه الناس مش منتشر جدا، بس الفترة الأخيرة بدأ ينتشر. أنا بقول للناس ازرع وجمد قلبك. يعني هو مفيد ومريح. وما بكلفش كتير يعني. اللي جاي إيه يا أستاذ جمعة؟ اللي جاي إن شاء الله في الصناعة يعني في الشغل. إحنا بنحاول إن إحنا بقدر الإمكان، إحنا عملنا مكن قبل كده للقش، وعملنا مكن يلم القش من الأرض.
ويدرسوا، وان شاء الله الجاله هيبقى في مجال الغله نعمل حصاد كامل يعني باذن الله. ان شاء الله. بإذن... انت عملت مكن يدوي؟ عاملين مكن صغير. عاملين برضو مكن صغير لان في ناس بتستعجل. المكن دي انت بتلقمه واحده بواحده باليد كده. المكن دي ده ممكن تقطع النهارده وتشتغل تاني يوم. يعني ما تسيبوش 3 ايام ولا حاجه.